بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليه، اقول رجل نافع الله به. في سؤال بالحقيقه، سؤال مهم وردنا من اخونا سعيد من المانيا، وهو يعني يريد هذا السؤال هو عباره عن نصيحه. يقول ان عندهم شباب في المانيا هناك، ولاحظ يعني البلد الذي يعيشون فيه، ومع ذلك هؤلاء يلزمون الناس بأن يتحدثوا، بأن يقولوا رأيهم في أشخاص معينين. مثلا يقول له ما رأيك في فلان، بمعنى أنه هل هو مبتدع أو هو من أهل السنة. يقول إلزام الناس بهذه الطريقة ليس هو من إثارة الفتنة بين المسلمين؟ يعني هل لابد أني أقول أتكلم في فلان وأقول له هل هذا مبتدع أو هلا يسألوني ما رأيي في فلان، هل يجب أن أجيبهم على هذا السؤال أم لا؟ هذا من المصائب التي نعيشها يا أخي، وبسببها فتن كثير من المسلمين، بل والله يا أخي لقد ارتد كثير ممن أسلموا في بلاد الأقليات المسلمة بسبب هذه الفتنة والبلية العظيمة. وقد التقيت بخلق كثير منهم في أمريكا وفي أوروبا مع الأسف الشديد، قد تجد حديث عهد بإسلام، ما أسلم إلا من يعني أسبوعين أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، ولا يعرف من الإسلام إلا أن الشيخ فلان هذا مبتدع وليس على المنهج، وهذا على المنهج، وما هو المنهج الذي يقصده مع الأسف الشديد؟ يعني لو سألته ما هو المنهج ومنهج الشيخ فلان وفلان وفلان، مجموعة من الأشخاص المعروفين الذين ابتلوا بهذه الفتنة وتصنيف الناس وتحزيبهم بهذه الطريقة، ويعني من لم يكن مؤيدا لهم ومعهم فهو مبتدع، أو هو كما يسمونه حزبي، أو هو يعني ضال. حتى أني أذكر في كندا قبل حوالي 10 سنوات تقريبا، دعيت للمشاركة في دورة شرعية قامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تورنتو، وحضرها مجموعة من أساتذة الجامعة وكنت من بينهم. وقال المشايخ الذين نظموا هذه الدورة وأعلنوا عنها، وتورنتو فيها جالية إسلامية كبيرة جدا، الصوماليون وحدهم كما أذكر أكثر من 300,000 شخص فقط من الجالية الصومالية، والحضور كان كثيرا جدا ولله الحمد والمنة. قالوا عندنا مجموعة سببت للناس بلبلة شديدة وشقت الصفوف وأثارت الفتنة بين المسلمين، وهم كلهم لا يعني عددهم 14 شخصا، وقد بلغ بهم العيذ بالله الضلال، نسأل الله العافية. هم يدعون أنهم سلفيون وأنهم أهل السنة وأن مشايخهم فلان وفلان من علماء السنة مع الأسف من السعوديين وغيرهم، نسأل الله أن يهدي الجميع للصواب. وصل بهم الحال إلى أنهم لا يصلون مع المسلمين الجمع والجماعات والأعياد والصلوات الخمس، مع أنه يوجد في تورنتو في ذلك الوقت 73 مسجدا فقط في هذه المدينة، لا يصلون الجماعة ولا الجمعة ولا العيدين. لماذا؟ قالوا لأن كل أئمة هذه المساجد 73 كلهم هؤلاء حزبيون أو مبتدعون ويصنفونهم، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا تكفيري وهذا سروري، وخذ من هذه التصنيفات التي تعرفها مع الأسف الشديد. وما بقي على من يعني مئات الآلاف من المسلمين في هذه المدينة إلا 14 شخصا فقط هم الذين على الحق، والبقية هؤلاء كلهم ضالون إلى هذه الدرجة يا أخي، مصيبة وبلية عظيمة. بعضهم يا أخي الكريم كما قلت أسلم حديثا منذ أسابيع وأشهر معدودات، وأول ما يلقن الشيخ فلان هذا مبتدع أو هذا ضال أو هذا تكفيري أو هذا إخواني أو هذا حزبي أو هذا، خذ من هذه التصنيفات التي تعرفها، وكأنه لا يوجد على وجه الأرض من أهل الإسلام الذين هم على منهج السلف الصالح إلا عشرات أو مئات الذين هم يتبعونهم مع الأسف، وصاروا والله أشد تحزبا وعصبية وتمزيقا لوحدة الأمة ممن يتهمونهم بالحزبية والتعصب من أتباع الجماعات الإسلامية المعروفة وغيرها. يعني هذا من البلاء. صحيح أنا أرى أن وجود الجماعات الإسلامية يعني فرق شمل الأمة، وقد يكون لحارث ضرورة لما سقطت الخلافة الإسلامية ومزقت مع الأسف الشديد الدول الإسلامية إلى دويلات، وجدت هذه الجماعات لكي تعين على إعادة الأمة إلى
يعني سبيل النصر وتوحيد الأمة من جديد. لكن أيضا مع الأسف الخلافات بينها والتعصب بين أفرادها شيء محزن ومقيت. لا يعني أن ننكر على هؤلاء أننا نقر أولئك. كل أنواع التعصب والتحزب منبوذة ولا تجوز يا أخي بين أهل الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، كل المؤمنين يا أخي، لم يستثن رب العزة أحدا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا كلهم، لا يستثنى مؤمن في أي أصقاع الأرض، الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلماذا يا أخي نأتي نصنف الناس والعياذ بالله حتى كأنهم غير مسلمين إلى هذه الدرجة؟ يعني لا يستحل ولا يستجيز الصلاة خلفهم، يترك العلبية صلاة الجمعة والصلوات الخمس، الصلاة مع الجماعة، لأنه بزعمها أن هؤلاء ضالون، وكأنهم فقط 14 شخصا هم الذين على الحق. قالوا إنهم أيضا نشروا يعني بين الناس أن هؤلاء الذين يعني جاءوا شاركوا في الدورة أيضا متحزبون، ومن هذا الكلام الذي يردد مع الأسف الآن عبر الإنترنت وغيره، وحرم الناس على الخير، يصدون عن سبيل الله. والله يا أخي إنهم بهذا الفعل أشد على دين الله عز وجل وعلى أولياء الله عز وجل وعلماء الأمة ودعاتها من الكفار الصراحة. لأن الكفار لو تكلموا عن علمائنا لم يؤبه بكلامهم ولم يؤخذ بعين الاعتبار ولم يؤثر في أحد، لأنهم أعداء. لكن المشكلة هؤلاء يأتون باسم السلفية، والسلفية منهم براء. وأنا قلت في عدة لقاءات هؤلاء قد يكونون سلفيين في باب العقيدة، صحيح عقيدتهم سليمة وصافية، لكنهم والله أبعد الناس عن منهج السلف في السلوك والتعامل مع عباد الله من المسلمين والكافرين، بل والعياذ بالله جعلوا همهم وديدنهم وهجراهم في الليل والنهار وفي محاضراتهم ودروسهم ولقاءاتهم وكتاباتهم هو تتبع أخطاء العلماء والدعاة والنفخ فيها وتضخيمها وتكبيرها حتى يجعلوا من الحبة قبة ومن الصغير كبيرة، وحتى يجردوا هؤلاء العلماء الذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهم وعلمهم ونصحهم وأموالهم لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته وهداية عباده، يعني جردوهم من كل خير ووصموهم العياذ بالله بكل نقيصة وشر. سلم يا أخي منهم اليهود والنصارى والمشركون والبوذيون وأعداء الأمة، ولم يسلم منهم خيار الأمة وعلماؤها. وأنا قلت في الحلقة الأمس وأقولها اليوم، يكفيهم في هذا إن كانوا موفقين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن برسالة ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا صفة المنافقين أيها الأحبة، نعوذ بالله من ذلك، لا تغتابوا المسلمين، هذا في عامة المسلمين، فكيف بعلمائهم ودعاتهم وإمتهم؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. حينما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ودافعها لذلك الغيرة التي تحصل عادة بين الضرات، قالت: يا رسول الله يكفيك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، كلمة واحدة ودافعها الغيرة التي تحصل عادة بين الضرات. وأيضا يعني يسيرة جدا في نظر كثير من الناس، يقول: هذه الكلمة لو مزجت بهذا البحر المتلاطم لأنتن وفسد. كيف يا أخي بمن جعل همه في الليل والنهار هو الفري لحوم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، بل وامتحان الناس في ذلك، كما قال الأخ: ماذا تقول بالشيخ فلان؟ وشوف سبحان الله، وماذا تقول بالشيخ فلان؟ وماذا تقول بالشيخ فلان؟ والويل له، يعني إن أثنى على هذا الشيخ أو قال سمعت له درسا أو محاضرة أو فتوى أو قرأت له كتابا، مباشرة سيكون مبتدعا وضالا وليس على المنهج. وما هذا المنهج تتحدثون عنه يا أخي؟ حاكموا كلام العلماء إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف الأمة وعلى عين والرأس. من أخطأ منهم ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه رددنا عليه خطأ، فكيف بمن دونه؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا راد مردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيتم قولي كما يقول الشافعي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، كل علمائنا ومشايخنا يقولون هذا، ومنهم تعلمنا هذا المنهج السليم الذي هو منهج سلف الأمة، المنهج السلفي الصحيح. لكن تعلمنا منهم أن العلماء والدعاة إلى الله عز وجل إذا اجتهدوا
فأخطأوا أن خطأهم مغفور ولهم أجر الاجتهاد، وإن أصابوا فلهم أجران كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أين أنتم من هذا المنهج النبوي؟ يقول بعض التابعين: من امتحن الناس في دينهم فهو مبتدع. هم يتكلمون عن هؤلاء العلماء والدعاة أنهم مبتدعة وضالون، وهذا والصحيح أن منهج هؤلاء في امتحان الناس في فلان وفلان وفي تحزيبهم وأحيانا تخوينهم وتبديعهم، والله إنه عين البدعة. ويبدو أن هذا المنهج لم يكن يعني وليد الساعة، وجد حتى في عهد التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، ولهذا حذروا منه. فنقول يا إخواننا، الحذر الحذر، وهذا ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أي والله يا أخي، ولما قال: سألت ربي ثلاثا لما سجدوا أطال السجود، وسأله من معه: يا رسول الله نراك أطلت السجود، فماذا كنت تدعو وتسأل ربك؟ قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بعذاب الاستئصال الذي أصاب الأمم السابقة بالريح أو الصيحة أو نحوها أو بالغرق، فأعطانيها ولله الحمد والمنة، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستحل بيضتهم، يعني لا يسلط عليهم عدو يقضي على الإسلام ويستأصله، قال فأعطانيها. شوف هذا أيضا أمان، لسه باقي إلى قيام الساعة ومنصور ولله الحمد. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو نأوهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهذه مصيبة الأمة وفتنتها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب تقرير هذا الأمر وأنه أصبح ضربة لازم ولا مناص منه وأنه يجب أن نقبله ونرضى به، لا والله، هذا يعني من يعتبر من أحاديث الفتن التي تساق لأجل التحذير منه. إن كنت مسلما وتريد النجاة فإياك إياك وإثارة الفتنة بين المسلمين وإثارة الحسد والبغضاء بينهم والصد عن سبيل الله بمثل ذلك. ولذا أقول للأخ: دعك من هؤلاء ولا تغتر بقولهم، وإذا أصروا على ذلك فاتركهم وابحث عن أهل العلم الراسخين في العلم وعلى منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. بارك الله فيك.